السلام عليكم ورحمة الله. طريقة جديدة أنا صح فينا واحد على هذا الكلب. اسكت بكلك. طبعا الكلب مش قادر يتعود على حدا ولا يشك في حدا. بكلك إذا بتروح عليه لا تحاول تمد إيدك أو تحسس عليه، حط إيدك ورا وامشي هيك يعني. أكيد أنا بدي أحط إيدي ورا وأمشي. أكيد. طبعا الطريقة فاشلة. هاي حطيت ايدي ها. هاي بمد ايدي هيك. ها. هاي بدي احط ايدي ورا. هيك. مع انه من طعمية إلنا فترة. تعال. طبعا طريقة فاشلة جدا. مش بقى ولا اسمع مش حيزبط معنا ولا طريقة. تعال. فول جنزير. طبعا قديش انا طعميته وقديش ابراهيم طعمه على الفاضي. ف واحد هيك بكلي بكله على الفاضي بزبطش. تعال اجرب. جربنا هاي كمان مره ها. هذا الكلب ميؤوس منه. الكلب هسه صاير ماشي شايف لك لسانه اسود اسود اسود. غريب. الكلب صاير معه اشي. ممكن بقولوا هم اصحابه الاصليين اللي عضهم، طبعا هو عض عض صاحبه. انه كاين هاجم عليه خنزير وضربه بركبته، وفعلا لما جبناه كان مجروح مدوب واحنا عالجناه. بس لسانه اسود. في عنده نقص في اشي صاير الكلب. مش صاير عنده نقص اكسجين. طبعا هذا اللعب خطير. شفت لسانه؟ لسانه اسود. خلاص ولك جننتني ولك جننتني. بعدين ما بعدين بعدين خلاص خلاص. ولا بخاف من اشي. انا بس برتبط للحراسة بدون ما حدا يقرب عليه ولا يسيبه وخلص.